الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أخوكم حسام من قناة طوب زهرة. نبغي نهضر على هذا الموضوع، مسألون عليه الإخوة بزاف. أنا بغيت نديرو عام باش الناس تستفاد منه الكل. بالنسبة لتغيير الأسيس هضرنا عليه، وبالنسبة لتغيير التربة هضرنا عليها، وبالنسبة كاين الموضوع الثالث هذا اللي أنا راح نهضرو عليه اليوم، هو كيف كي نجيبو نبتة ويكون التربة تاعها صلبة، طينية صلبة جدا، ونبغو نغيرو لها التربة تاعها ولا نغيروا لها الاسيس، بصح مش وقته سما، يعني ما نقدروش نغيروا له في كل الاوقات لانه النبته راح تاثر سما. بالتالي احنا نديروا له واحد العمليه شويه بسيطه، ندخله في التربه انه نخلوها تكون خفيفه، في نفس الوقت ما غيروا الاسيس، ما غيروا التربه كليا حتى تاثر لنا النبته. ندو مثال، ندو هذه النبته، انا عندي هذه راهي ما شاء الله بارزون، انا هذا الاسيس انا راه عندي مليح، ما غيش نعطيكم مثال عليه بتفهم. هنا اش نديرو؟ نقبضو هذه التربه اللي تكون صلبه عندنا، نقبضو هنا في الجنابات هكا في الجنابات، نقبضو هكا في الجنابات تاع الاسيس، نقلبو هكا ونحاولو ننزعو هذه التربه اللي تكون هكا في الجنب. هاي الطريقه، هذه احسن طريقه اللي نبدلوه كي يكون وقت مش الاسيس. سما اش نديرو؟ ننزعو هذه التربه هذه تاع الجنابات، هذه دوك حنا نتبعوها بهذه الطريقه، نديرو هكا ما نتوشوش النبتة كامل، نخلو النبتة هكا في حالة. ندو هذا ها، نقلو هذه التربة الصلبة. هنايا اش نديرو؟ هنايا اش نجيبو؟ نجيبو البوتموس تاعنا ولا البوتموس تاعنا، ونعاودو نحطوها في المكان تاع التربة اللي قلعناه. نجيبو هذه بوتموس، نفرضو أنا بوتموس، نحطوها في النبتة تاعنا، نحطوها بهذه الطريقة، نعاودو نشغل نعمروها. شنو نعاودو نديرو؟ نعاودو دوك حنايا تقلعنا التربة منا، تقلعنا التربة من، يبقى لنا التربة هنا. شنو نعاودو؟ نعاودو نقلبو التربة، شغل نخلطوها مع ال مع ال مع البوتموس، نخلطوها هكا، نخلطوها هكا، نخلطوها هكا، ونعاودو نسقوها حتى تقبض لنا الماء، نخلطوها ونسقوها ونعمروها، نغمروها بالماء. كي نغمروها بالماء تبدا عندنا النبته شغل التربه تاعها تعاود تتحلل بعقل وتعطي راحه للنبته. هذه هي في الاخير. السلام عليكم ورحمه الله.